كل التهنئه لاسره كره اليد والكابتن خالد العوضي مدير قطاع الناشئين الجديد اللي دي بدايه عمله والحقيقه كان رائع جدا في كلامه كمدير للنشاط الرياضي كان رائع جدا في تاكيده على انه ده استمرار لثمار عمل الكابتن رؤوف عبد القادر واداره قطاع النشاط الرياضي وكل من سبقوه ما هو. كابتن يا استاذ ابراهيم الاهلي منظومه مؤسسيه كله بيبني على بعضه ولكن احيانا أنت في بيتك ها أه؟ تبقى الناس عامله اللي عليها كلها بس في طقطوقه متحركه كده ما حدش يشوف غير لما يجي حد يروح عاملها لك كده <applause> النظره الخارجيه دايما بتشوف النواقص وتكملها مش <applause> معنى كده ان ده عيب في اللي موجود اللي موجود عمل دوره لكن نظره خارجيه تضيف جديد بالضبط. ولكن في الاخر كلهم ولاد النادي الاهلي نتمنى لهم التوفيق لان محدش بيشتغل لصالح نفسه كله بيشتغل لصالح النادي الاهلي وعشان كده مجلس الإدارة منذ قليل أعلن عن تعيين الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة السابق مستشارًا لمجلس الإدارة لقطاع النشاط الرياضي. ده كان اختيار شوف. مهم جدًا انفاذا للمشروع اللي كان اتكلم عنه الكابتن محمود الخطيب مع الأستاذ إبراهيم الكفراوي قبل الانتخابات عن مشروع لتطوير قطاع النشاط الرياضي. شوف إبراهيم الكفراوي هو أكثر الناس خبرة في موضوع النشاط الرياضي لأنه هو كان سكرتير ألعاب ما و... وعضو مجلس إدارة ومكتب تنفيذي و... وكانت بتعدي عليه كل المشاكل هو قريب من النشاط الرياضي هو اختيار موفق بس لازم نبقى عارفين هل هو هيستنى لما تتعرض عليه الأزمات والمشاكل ويقول رأيه ولا هيبقى راسم ومشارك في استراتيجيات وسياسات ولا هيبقى بيقول رأيه في قرارات سوف يت تم اتخاذها خاصة بالنشاط الرياضي. مم. يعني تعيين أجهزة دعم ميزانيات يعني المفروض أ... هو ك... يعني أنا عنده أتمنى مشروع أ... لل... أتمنى مم. أن تتوسع تتوسع صلاحياته مم. ولو حتى تبقى صلاحيات يحسمها مكتب تنفيذي يعني مش ضروري يبقى صاحب القرار أي. بس الدراسة النهائية يبقى هو عنده الصلاحيات أن يحط بصمته ورؤيته وتأكيده على اللي ممكن يفيدنا ايه واللي ناقصنا ايه؟ لان دي نقط مهمه جدا، وانا قلت لك هي المساله بتضفر بعضها، يعني المدربين والاجهزه بتساعد مدير النشاط، مدير النشاط بيساعد مجلس الاداره، لما يجي مستشار بحجم الاستاذ ابراهيم كفراوي هيساعد مدير النشاط، هيساعد كل النازي، هيساعد المكتب التنفيذي، هيساعد مجلس الاداره، يبقى في هنا عمل مؤسسي صح، يعني انت بتسد ثغرات عشان ما حدش يقول لك ما سالتش فلان ليه ويا ريت كنت عملت كذا ما زلنا في عمليه بناء الاخذ بالاسباب السليمه واعتقد ان خطوه مجلس اداره يحيي عليها طبعا والتوفيق كله طبعا للاستاذ ابراهيم كل التوفيق للاستاذ ابراهيم الكفراوي في عمله المهم اللي انا قلت لكم انه من قبل الانتخابات وكان التركيز على انه ضروره ان يعكف على وضع تصور ومشروع اصلاحي لتطوير قطاع النشاط الرياضي في النادي كل التوفيق للاستاذ ابراهيم الكفراوي وهو جدير بكل هذه الثقه لانه زي ما المهندس عادل اشار هو مش بس ابن حتى هذا القطاع النشاط الرياضي كاحد ابطال العاب الماء لا هو كمان عضو مجلس اداره من تحت السن يعني جابها من بدري قوي فتدرب كل هذه السنوات عضو مجلس اداره تحت السن في مجلس كان بيرأسه الكابتن صالح سليم ثم فوق السن مع الكابتن حسن حمدي ودلوقتي دوره فاتت مع الكابتن الخطيب فاقترب أنا لما أنا من ثلاث رموز كبيره خد منهم خبرات كتيره دايما اقول يعني م. يعني دوروا على الرضعين ايوه من جنينه النادي الاهلي ايوه الناس اللي هي شيء وحطت ايدها في كل حاجه صحيح. وتابعت كل حاجه وساهمت بالقرار والدراسه صحيح. والمتابعه ايوه وعندنا نماذج كتير جدا موجوده في مجلس اداره مهيئه لهذا الامر ايوه وانا مبسوط جدا من فكره ان اعضاء مجلس الإدارة وخصوصا الشباب منهم ايوه اللي هم بقالهم ثلاث اربع سنين ما بيفوتوش تقريبا ايفنت او 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 منافسه الا إيه لما يتابعوها وحتى الكابتن يعني شوف تشوف العمري فاروق تشوف الكابتن الخطيب تشوف خالد مرتجي تشوف مع احترامنا للالقاب تشوف الجرحي تشوف تشوف كل الناس قنديل ضماطي سراج, سراج سراج كلهم, كلهم اه طبعا ومهند ابننا اللي هو بطل من ابطال الكاراتيه الكاراتيه وراجل حاطط ايده برضه وطالع في, في سكه انه يبقى عنده خبرات كبيره انا عايز اقول احنا احنا اهم حاجه انك تبني كوادر اهم حاجه بناء الانسان بناء الانسان اللي يقدر يتواصل بسياسه الاهلي باستراتيجيته بقيمه وب بعمله المؤسسي فتطمن حتى ان يبقى عندك دائما هناك يعني من يدير الازمات اهم حاجه اداره الازمه اداره الازمات واهم منها توقي او توقع الازمه وتوقيها صحيح ده احنا لما بنوصل للمرحله دي بيقول لك الاهلي والكهنوت ما حدش يعرف عنه حاجه لانه ما حدش بيفكر ما حدش المشكله صحيح. أنت بتتوقعها بدري بتشمها وبتعالجها م. عايزين نوصل للمرحلة دي وإحنا دلوقتي طريقة الأخذ بالأسباب ماشية في السكة دي م.